أحيدوس إيميل شيلا حظي بشرف افتتاح مهرجان موسيقى الأعالي. هذا اللون التراثي الأصيل حظي بإعجاب جمهور غفير. ديما تنجي للمهرجان تتعجبني المنطقة حيث تمتاز بواحد الجو جميل جدا ومعتدل ما فيش الحرارة، وهذه 20 عام وانا تنجي لهنايا والمهرجان ناجح 100%. المهرجان أول مرة كنا تنسمعوا به وأول مرة تنحضروا لهذا المهرجان، مهرجان جميل جدا بهذا الأهازيج الأمازيغية الجميلة والرائعة. حوالي 40 فرقة موسيقية من مختلف مناطق الأطلسين المتوسط والكبير تشارك في فعاليات المهرجان على مدى 3 أيام. هذه ماشي أول مرة كنجي لمهرجان الموسيقى الأعالي بإيميل شيلا، وهذا العام كيمكننا نلاحظوا أن هناك بزاف ديال التطورات لا من ناحية التنظيم ولا من ناحية البنية التحتية، ومنطقة إيميل شيلا معروفة بالسياحة ديالها على الصعيد العالمي. أجواء رائعة، جينا أول مرة لمهرجان ديال إيميل شيلا كنحضروا له في الدورة العاشرة ديالو، أول مرة كنجيو، جينا باش نشوفوا ثقافة أخرى، نشوفوا تقاليد. الإيقاعات المختلفة أضفت على ليل إيميل شيلا البارد دفئا وسحرا جميلا، تفاعل معها الصغار كما الكبار.